الطريق إلى السلام في اليمن يبدو أكثر مشقة ووعورة من طرق الحرب المفتوحة على مصراعيها منذ أكثر من عام مضى. ليس اليمنيون وحدهم من يريدون انتهاء الحرب ووقف نزيف الدماء على الأرض، فقد احتشد عدد كبير من المسؤولين الغربيين في الرياض لإجراء مشاورات مكثفة مع الحكومة والجانب السعودي بحثا عن سلام فقدوه في اليمن. مسقط هي الأخرى تحولت لقبلة أخرى للباحثين عن حل للمشكلة اليمنية، واستضافت العشرات من اللقاءات السرية مع ميليشيا الحوثي بحثا عن مخرج لا ينهي خطر الميليشيا بل يعيد صياغة التحالفات بعد إضعاف جميع الأطراف بحيث تتساوى في الهشاشة. الهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة عن موعدها يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة ليست هي الأولى، فقد سبقتها 5 دعوات للهدنة استبقت جولات المفاوضات السابقة في جنيف وبيال السويسريتين. وكمن يتوقع فشل الهدنة، حرصت الأمم المتحدة على دعوة كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية، خطوات إجرائية اتخذتها كافة الأطراف قبل الوصول إلى موعد 10 إبريل. تمثلت في قيام المبعوث الأممي بإعداد مسودة للاتفاق، قامت الأطراف المعنية بإبداء ملاحظاتها عليها وإعادة إرسالها، وتم تشكيل فريقين فنيين يمثلان الحكومة والميليشيا لمراقبة وقف إطلاق النار. الخطوة الأكثر أهمية بحسب مراقبين كانت متعلقة بالتقارب الحوثي السعودي وإعلان التوصل لاتفاق تهدئة في المناطق الحدودية وإرسال وفد حوثي للمملكة. نظريا تكاد الأمور تبدو تحت السيطرة، فجميع الأطراف متحمسة للذهاب لمشاورات الكويت، لكن الوضع على الأرض لا يطمئن، فما زال التصعيد مستمرا على كافة الجبهات مع تراجع نسبي لعملية التحالف على الأرض. تبقى التحديات الإنسانية هي الحاضر الغائب عن المشهد، فعشرات التقارير الدولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن ودخول غالبية عدد السكان تحت خط الفقر لم يشفع لهم بجعل العالم يلتفت بشكل جدي أكثر لإنهاء معاناتهم واعتبار اليمن بلدا منكوبا يحتاج لما هو أكثر من مجرد بيانات وتصريحات عن خطورة الوضع فيه.